يا حنين قولوا عني لا أمي على العهود آمين قولوا عني لا أمي على العهود آمين سجن العاد ما يقدر يحجب عنا الأوطان سجن العاد ما يقدر يحجب عنا الأوطان حنا نخلص للمعطر حنا في دار الدار حنا نخلص للمعطر حنا في دار الدار تنفع العاصرة جمع بيت وعسكر أنصار والشمس دام تطلع بدواعي بالقوار جمع الأسرى جمع فيه وعسكر أنصار والشمس دام تطلع بدواعي بالقوار سنبدأ وسنعلن عن افتتاح هذا النشاط. تحملونا شوية.